بصبح عليكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون مائل البرودة الصبح بدري ولطيف بالنهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون بارد على أغلب الأنحاء، وفي كمان شبورة مائية الصبح على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. كمان في فرص لأمطار خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء. خلونا نتعرف على تفاصيل أكثر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك استاذه لميا، وصباح الخير على كل الساده المشاهدين. اهلا بيك يا فندم. اهلا بيكي، وطمنينا عن حاله الطقس النهارده واخبار الامطار ايه النهارده، يعني علشان يمكن امبارح هديت شويه اكتر من اول امبارح. بالفعل يمكن بالامس الامطار كانت اقل من يوم الاحد، وكمان اليوم الامطار هتبدا تتلاشى تماما من على اغلب المناطق اللي موجوده في الجمهوريه، بسبب طبعا تأثرنا بوجود امتداد مرتفع في طبقات الجو العليا هيعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس خلال فترة النهار وانحصار فرص سقوط أمطار فقط في سواحلنا الشمالية الشرقية عند طبعا دمياط بورسعيد رفح العريش بعض المناطق من شمال سيناء، فرص سقوط أمطار خفيفة جدا على فترات متقطعة من اليوم، لكن باقي مناطق الجمهورية هتتلاشى تماما من عليها فرص سقوط الأمطار، وزي ما قلت هنلاحظ زيادة فترات سطوع أشعة الشمس واستقرار في الأحوال الجوية. لكن طبعا نتيجة توافر عوامل الرطوبة بعد سقوط الأمطار خلال الأيام الماضية وهدوء في سرعات الرياح خلال فترات الصباح وجود المرتفع الجوي هتكون الظاهرة الجوية المؤثرة بشكل كبير، ويمكن بتتكون في الصباح الباكر والساعات المتأخرة من الليل شبورة مائية على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وهتؤدي لانخفاض في الرؤية الأفقية ملحوظ. دايما بنحذر من الشبورة في فصل الشتاء لأنها بدأت بتأثر بشكل كبير على الرؤية الأفقية، يعني بتعمل انخفاض ملحوظ في الرؤية الأفقية. بالإضافة كمان مع زيادة فترات سطوع أشعة الشمس خلال فترة النهار هنحس بالأجواء اللطيفة تماما على أغلب المناطق اللي موجودة في السواحل الشمالية، محافظات الوجه البحري، القاهرة الكبرى، حتى محافظات شمال الصعيد، أجواء معتدلة ودافية على المناطق الجنوبية جنوب الصعيد وجنوب سيناء خلال فترات النهار. لكن مع غياب أشعة الشمس ودخول فترات الليل وأي أوقات بيبقى ما فيش فيها أشعة شمس بنحس بالانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة، يمكن ساعات الليل المتأخرة درجات الحرارة بتنخفض والصغرى بتوصل ل 12 و13 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، الأجواء بقت أجواء باردة على أغلب أنحاء الجمهورية. استمرار انخفاض درجات الحرارة ده هيكمل معانا لنهاية الأسبوع بداية الأسبوع المقبل إن شاء الله. متوسط درجات الحرارة على القاهرة الكبرى خلال فترة النهار ما بين 19 و20 درجة مئوية، خلال فترات الليل هتوصل ل 12 درجة مئوية خلال فترة الليل. فإحنا مهم نقول لكل السادة المشاهدين عاوزين نحافظ على ارتداء ملابس شتوية فترة النهار وفترة الليل، فترات الليل كمان تكون ملابس شتوية ثقيلة لأن هنحس بالبرودة أكتر خلال فترات الليل. مهم كمان إن احنا طبعا تبقى القيادة بهدوء تام على أغلب الطرق لأن في شبورة مائية بتتكون في الصباح الباكر مع تكونها الساعات المتأخرة من الليل وبتستمر حتى سطوع أشعة الشمس. بالإضافة كمان مهم جدا نتابع النشرات الجوية عشان دايما نعرف الحالة الجوية إيه ونبدأ نتعامل مع أي ظروف جوية مختلفة. مشكورك في النهاية، شكرا جزيلا للدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. ودلوقتي تعالوا بسرعة نتابع درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، وهنبدأ بالقاهرة اللي العظمى فيها 20 والصغرى 13، العاصمة الإدارية 21-14، اسكندرية 20-14، العلمين الجديدة 19-14، مطروح 20-16، دمياط 21-14، بورسعيد 19-14، الإسماعيلية 21-14، السويس العظمى فيها 20 والصغرى 14، العريش 19-12، كاترين 15-4، طابة 16-12، حلايب 21-14، شلاتين 24-15، شرم الشيخ 20-14، الغردقة 21-13، الفيوم العظمى فيها 20 والصغرى 11، بني سويف 20-11، الوادي الجديد 23-7، أسيوط 21-9، سوهاج 21-10، قنا 21-9،
الأقصر 22-11، وأخيرا أسوان العظمى 23 والصغرى 10. ودي كانت درجات الحرارة المتوقعة النهاردة وكمان أحوال الطقس النهاردة. ناخد بالنا أن في شبورة مائية بتتكون من بالليل متأخر لحد الصبح بدري، ونراعي طبعا المسافات بين العربيات وبعضها ونلتزم بالتعليمات المرورية، ما نخففش هدومنا خالص حتى لو كان الجو لطيف بالنهار، لأننا خلاص بدأنا فصل الشتاء والأجواء شتوية، علشان تحمي نفسك. ونرجع مرة تانية لمصطفى وباسانت نكمل معاهم باقي فقراتنا. شكرا ليك يا لميا. شكرا لميا.